طيب خليني افكرك بالمرحله دي او بالفتره دي. واحد كان من اسباب انتقالك لتيرول النمساوي. معنا دكتور خالد حسين الرئيس السابق لنادي المصري بفيينا. دكتور خالد مساء الخير. كان نور اهلا بيك يا دكتور خالد. اهلا بحضرتك. نرجع مع حضرتك فلاش باك كده وتحكي لنا كواليس الصفقه. يمكن كابتن ابو الدهب كان لسه بيقول لنا ازاي انه الصفقه دي ما كانش اساسا مترتب ليها, وانه المدير الفني كان بيتفرج على ماتش الاهلي والاسماعيلي فقرر انه ياخد كابتن ابو الدهب. انا عارف ان كان ليك دور كبير في اتمام الصفقه, تحكي الجمهور الاهلي بقى عن الكواليس. هو الحقيقه كان كابتن ابو الدهب كان ازيك يا دكتور الاول ازيك؟ انا وحشني والله. ازيك يا دكتور؟ والله وانت كمان حبيبي. اخبارك ايه يا كابتن؟ ربنا يخليك يا دكتور. الكابتن ابو الدهب كان رجله يعني ما شاء الله صاروخ. يعني مره كان جاب جون, يعني الجون ده اللي هو كان اتفرج عليه مدير نادي تيرول اف تيرول. ايوه شاف فقال لنا احنا عاوزين. كان ساعتها كابتن ابو الدهب بيلعب ليبرو. ايوه على ما افتكر. ايوه مظبوط صح. عاوزينه فقعدنا. بصراحه كان كابتن صلاح سليم, وكان في محمد عبد الوهاب كان عضو برضه في النادي الاهلي. فكان يعني كان مش عاوزين برضه يشتموا كابتن ابو الدهب بسهوله يعني. المهم المفاوضات قعدنا فيها وقت طويل, وجبنا كابتن ابو الدهب واتعمل له بصراحه احتفال, وخلوه اول ماتش يلعبه مع جراتس ستورم جراتس. ده اللي كان كابتن صالح سليم محترف فيه سنه 62. ده كان اول ماتش كابتن ابو الدهب. لا ايوه صح فعلا صح كده. فاكر يا كابتن؟ اه ده بعد ما رحت النمسا بيوم. بعد ما رحت حتى المدير الفني صمم ان انا العب, يعني حتى قال لي لا انت هتلعب على طول يعني. دي حقيقة. وعلى فكره في حاجه كمان عملوها مع الكابتن محمود ابو الدهب, قاسوا له قوه الشوطه بتاعته. لقوها 130 سرعه 130 في الساعه, 130 كيلو متر في الساعه. دي كانت من قوه رجله ما شاء الله, يعني كان هو مشهور بيها, وكان بيسميه الفرعون برضه, الفرعون ابو الذهب. ايوه فكره يا كابتن. ايوه صح يا دكتور. وكانت حاجه جميله جدا يعني بصراحه. كان تصرفنا ومنورنا هناك في البترول, وعلى حسه كان يعني في لعيبه كتير قوي كانوا هيجوا النمسا. ايوه بس طبعا يعني النمسا في الوقت ده كانت بتشد حيلها في الكوره لسه جنب, يعني هي بلد برضو اوروبيه بس برضو ايه يعني مش في المستوى الجامد قوي يعني كانت يعني. هو عموما خليني اسال حضرتك بمناسبه ذكرك لتجربه احتراف كابتن صالح سليم ومن بعده كابتن محمود ابو الدهب في النمسا, هل الانديه النمساويه مهتمه اساسا بالتعاقد مع لاعبين من القاره الافريقيه ومن مصر على وجه التحديد, وايه فرص اللاعب المصري في الانديه النمساويه من وجهه نظر حضرتك؟ والله بص حضرتك, طبعا هم النادي المصري النوادي المستويه طبعا مهتمه باللاعبين المصريين, لان احنا عندنا طبعا كره جديده واحنا بلد الكوره. ايوه وعندنا لعيبه جميله معظمهم كلهم يعني على قد الاحتراف يعني, وعندنا ناس احترفت في المانيا وزي ما حضرتك شايف برضه محمد صلاح وكده. فطبعا اللاعب المصري محتاجينه يعني. اوروبا محتاجاه, اوروبا محتاجاه طبعا, وده شيء جميل ان مصر بالذات في الكوره طبعا بطله افريقيا ومن احسن فرق في افريقيا بتلعب. أيوة. مصر طبعا نتمنى نشوف لاعبتنا في كل الدوريات الاوروبيه الحقيقه, ده بالتاكيد هينعكس بشكل ايجابي على الكره المصريه وعلى المنتخب, وده همنا الاول في المقام الاول والاخير. كل الانديه اللي شغاله في مصر وكل جماهير الكره اللي بتشجع انديتها شغاله في مصر عشان في النهايه يبقى عندنا منتخب وطني قوي. بشكرك شكرا جزيلا.